ازيكم؟ رجعنا تاني بعد الفاصل. غرفنا الشوربه بتاعتنا، اتحطت على السفره زي ما انتم شايفين. حلو. هنعمل ايه؟ هنحمر اللحمه. يلا، اللحمه الطاسه لازم تبقى سخنه، لازم تبقى سخنه جامد طبعا عشان تنزل تاخد كرمله. ايه اللي بيحصل؟ بتكرمل، بتفصل البروتين، بتفصل البروتين عن الامينو اسيد، هوب يطلع كرب. فلما يطلع كرب يطلع نشا، قصدي لما يطلع كرب يطلع سكر، فلما يطلع سكر تتكرمل. احنا هنكرمل حته اللحمه بتاعتنا دلوقتي. يلا بينا. يلا جاهزين. صوت ده، هو ده هو ده. خلي بالكم حته اللحمه دي ما بتاخدش وقت طويل على النار، دي بتنزل هتاخد لفه اتنين خلصت. مش كده، انا مش عامل، بص انا هوريكم حتى حاجه صغيره بس. بص اللحمه دي بتعمل ازاي، اللحمه دي بتقطع كده. دي انا مش هعمل منها نسخه عشان عايز اعملها كلها قدامكم. ما تحركوش في الاول، خليها تاخد اللون اللي انا بقول لكم عليه ده، وبعد كده نشوف هيحصل ايه. كده ده تمام. الرز بتاعنا هنا برضو حلو. تعالوا بس نعمل ايه، تعالوا نعمل الاساس بتاعنا. الاساس بتاعنا عشان السماق يظهر لونه ويبقى تمام، هنحتاج نحطه في ليمون الاول. انا عندي هنا ليمون، انا معاك انا معاك ما تخافيش. حلو، نشيل البذر ده. حلو، نشيل البذر. كده بالنسبه لي كده الليمون ده كويس. خلي بالكم احنا حاطين ليمون قبل كده، فبالتالي ممكن نزود حاجه بسيطه، بس ده بالنسبه لي كفايه. طيب ايه اللي هيحصل هنا؟ هنقلب كده. خلاص خدت لون، شايفين اللون ده؟ هو ده، ده اللون اللي انا عايزه للحمه، هو المنظر ده. ده اللون ده كده عظيم. هتقولوا لي استوت؟ هقول لكم والله العظيم استوت، والله العظيم استوت، عشان هي حته لحمه طريه بجد. انا معاك، وانا ولا رحت فاصل ولا كملنا تسويه بره ولا حاجه، هي استوت فعلا بجد. عشان كده احنا بنقطعها صغير، عشان كده ايه اللي بيحصل، فتت لحمه راس العصفور. طبعا هو انا اللي مسميها كده يعني، بس يعني هي فته شاميه في الاول وفي الاخر يعني، معموله بحمص وبزبادي وتوم، يبقى لازم تبقى فته شاميه فيها التاتش المصري على خفيف. ماشي، نشيل بس البذر الحلو ده. قال لك فيها التاتش المصري. حلو، هنعمل ايه؟ هنجيب شوية سماق حلوين كده، حطوا سماق ما تخافوش. ايوه، وهنجيب شوية توم صغيرين كده، وهنقلب الكلام ده كله مع شوية زيت زيتون. بس كده الأكلة دي تحب زيت الزيتون وتحب السماق. حلو، وهنقلب في الليمون، في العصير بتاع الليمون، عشان اللون بتاع السماق الحي يظهر ويبان حلو كده زي ما انتم شايفين. خلي بالكم السماق ده سماق اصلي، للاسف في سماق كتير مش حلو في السوق، بس ده سماق اصلي وحلو ومنخول وتمام. دي كده كل ده اللي ما اتحمرش ده نجيبه هنا يتحمر، ونشيل يتحمر من على الوش ده. الرز بتاعنا اخباره ايه؟ الرز بتاعنا تقريبا برضو خلص، الرز خلص. بصوا يا جماعه، مفلفل وحلاوه. تمام، كمل تسويتك.
هنا حلو ماشي. ما عنديش مشاكل، بس خلينا ما اعرفش تحب نعملها في حلقه من حلقات رمضان، يعني نفضل نتكلم عن اللحمه بس. اصلا طيب هننزل بالزبادي بتاعنا. حلو اهو. هو بيني وبينك اللحمه عظيمه، اللحمه تتحب يعني، هي بنت حلال وتتحب. وعندي الحمص، بص الحمص يا جماعه نازل ازاي، حرير نازل حرير. ومتلج لسه ساقع. لا 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 دي مش مسبحه ولا حاجه. بص عامله ازاي، يا لهوي على الجمال. ممكن نحط معاها شويه بقدونس؟ ممكن. اخبارك ايه؟ خلصتي؟ اه اللحمه خلصت اهي كده تقريبا برضو. اللحمه خلصت واحنا كمان. حلو حلو. ملح وفلفل اسود. ما تكتروش عشان حاطين اصلا من الاول. وهنقلب. يعني مش عايز اقول لكم انا الطبق ده، انا فاكر ان انا يعني مره من المرات عملته، اول مره عملناه كده انا فاكر ان احنا عملناه الساعه 7 الصبح. كان حاجة مش طبيعية يعني. قعدنا فطرنا بيه. والله بجد فطرنا باللحم. ايه هي؟ دي ها؟ لا ما هو انت حتة فيليه بقى، انت بتهزر، ده يعني أطرى حتة لحمة ممكن تتخيلها في الحياة. يا الله. تعالى يا معلم بقى انت. احنا كده خلصنا بجد والله. انا شايف كده. تعالى راح في اللحمه كده تمام. نرفعها. ارجوكم ما تتاكلوش عليها في السوا. هي كده فله. كده تمام قوي. الله. لو جربتوها بقى يا جماعه بيقولوا لنا، يعني اللي يجرب الوصفه دي كده بيقولوا لنا على الفيسبوك، قولوا لنا رايكم على التعليقات على الصفحه عندنا. تمام. نوب تعالي. خلاص تحليل تمام. الرز بتاعي تمام. كل حاجتي انا حمرت هنا عيش. عملت عيش عادي خالص، يعني حمرت عيش شامي مفيش فيه ادنى يعني فاتي او اي حاجه. احنا هنبتدي الاول بالايه؟ بالقعده بتاعتنا. بس كده حته صغيره بس. تمام. قول دي القعده بتاعتنا كده على طول. ننزل معاها بشويه عيش على خفيف كده اهو. وهنعمل ايه بقى؟ عايزين المعلم ده، عايزين الرز. ايوه هو ده. قلبي قلبي قلبي. نحط شويه تاني عشان الحبايب، نحط بس شويه كده على الجنب.
معلش 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 انا بحب البتاع ده. يلا كده حلو قوي. حط كده. ايوه انا فاضل لنا قد ايه؟ شغال. حاضر 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 خلاص قربت اخلص. انا خلصت اصلا فعلا. قول لي ليه ما بتاكلش رز؟ ليه بتهزر؟ طب يعني انت كنت مبسوط لما عملت لك الواحده واحده؟ جيت في ملعبك. ها بص بقى المنظر ده. تاخد بقى ايه الحركات دي كلها. تعمل ايه بقى؟ هو كده. طبعا مش عايز اقول لك الريحه، الريحه عامله ازاي يا جماعه؟ لا حاجه تانيه يعني. اهو مش كده بس. عايز اقول لكم ان احنا بقى ممكن نعمل طشه وحركات. هنحط شويه حمص، حمص حب كده على الجنب. ايوه كده تمام. شيل دوت ونعمل ايه. عندنا شويه اللحمه بس الاول. تعالوا بس نجيب اللحمه. لحم اللحم لحمة فتت أو فتت لحمة راس ليه العصفور. تتحط عندي هنا كده في النص. حط عليها شوية دبس رمان. لفه كده اهو. لا 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 ما يهونش عليا، ما يهونش عليا عذابكم، ما يهونش ما يهونش. اهو شوية نعناع كده من اللي حوالينا ده اللي احنا بنقطفه من هنا مدينة الإنتاج. ماشي. ممكن نحط شوية إيه بقى؟ الفينالة. شوية الحمص الحلوين دولت اللي هو في سبتته. ده لوز لوز لوز. أيوه أيوه كده ده اللوز. يعني هي جت على دولت فعلا. وكده نبقى عملنا كده يبقى عملنا فتت لحمة راس العصفور. جربوا بقى الطبق ده برضه عشان الطبق ده هيبهركم. جربوه كده فتت لحمة راس العصفور. done.